بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحابهم أجمعين. ثم القديم والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد القديم. القديم هذا تصريح بما علم التزاما، إذ الواجب لا يكون إلا قديما. الله علم يدل على الذات الواجب الوجودي، فإذن وكذلك ينبغي أن يكون المحدث للعالم واجبا. المحدث للعالم ينبغي أن يكون واجبا كما سبق. فإذن مما سبق علم أن المحدث أو أن الله تعالى قديم، وهذا تصريح بهذا المعلوم التزام. إذ الواجب لا يكون إلا قديما، هذا تصريح. لماذا؟ إذ هذه كلمة إذ تعليل لقوله تصريح، إذ الواجب لا يكون إلا قديما. ما معنى قديما؟ قديم يطلق على معنيين، إما يطلق في مقابلة الجديد، وكذلك قديم يطلق على مقابلة الحادث. فإذن هنا أطلق في مقابلة الحادث، إذن الحادث سبقا بينا معناه هو مسبوق بالعدم، فإذن يكون في مقابلته معنى القديم لم يكن مسبوقا بالعدم، معناه لابتداء لوجوده. أما قديم في مقابلة الجديد يدل على مرور زمن طويل على هذا القديم، عمد بعيد، زمن طويل مضى عليه. مع ذلك يكون حادثا، لذلك فسره بقوله لابتداء لوجوده. هذا موجود مع ذلك لابتداء، يعني هو غير مسبوق بالعدم، ليس مسبوقا بالعدم. إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره. إذ الواجب لا يكون إلا قديما، ماذا دليله؟ دليله يذكره الشارح إذ بقوله إذ لو كان حادثا. لو كان الواجب حادثا، ما معنى حادث؟ مسبوقا بالعدم. لكان وجوده من غيره ضرورة، ينبغي أن يكون وجوده من غيره ضرورة. هذا كما سبق يعني في شرح قوله تعالى والمحدث للعالم هو الله تعالى. هناك ذكرنا المسبوق بالعدو ينبغي أن يكون وجوده من غيره، لئلا يكون ترجيح بلا مرجح لأحد طرفي الإمكان. هذا ضرورة، حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان. هذا كلمة حتى مرتبطة بقوله لا الواجب لا يكون إلا قديما، ثم ذكر ما معنى القديم، ثم ذكر ماذا علته، ثم أتى بغاية حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان. هذا يدل على أن الواجب لا يكون إلا قديما بطريق الأولى، لكنه ليس بمستقيم. لكن هذا القول أن الواجب والقديم مترادفان هذا ليس بمستقيم. لماذا؟ للقطع بتغاير المفهومين، مفهومهما متغيران. قديم ذكرنا مفهومه ماذا؟ لابتداء لوجوده، وكذلك الواجب يعني
وجوده من ذاته، هذا معنى الواجب. فإذا معناهما مفهومهما متغايران. وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق، يعني وإنما الكلام يعني إنما الخلاف والنزاع عند المتكلمين ما هو، هل الواجب والقديم واحد أو يعني متغايران، وهذا ليس باعتبار مفهومهما. لماذا؟ لأن مفهومهما متغايران يقينا قطعا. نعم، إذن هذا تساوي ليس باعتبار المفهوم بل بحسب الصدق، يعني هل يصدق ما كلمة الواجب، هل يصدق يعني هل يطلق الواجب على ما يطلق كلمة القديم بدون تفاوت، بل على التساوي هذان الاطلاقان. نعم، هذا هو الخلاف. فإن بعضهم على أن القديم أعم، بعضهم يعني بعض المتكلمين على أي مذهب، على أن القديم أعم يعني أعم من الواجب. لماذا كان أعم من الواجب؟ لصدقه على صفات الواجب، يعني كلمة القديم صادقة على صفات الواجب. أما الواجب بخلاف الواجب، الواجب لا يصدق على صفاته تعالى، هكذا قال بعض المتكلمين. فإنه يعني فإن الواجب لا يصدق عليها على صفات الله تعالى، ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. نعم، فإذا حينما قالوا أن القديم يصدق على صفات الواجب، فأجابوا عن شبهة من جانب المعتزلة متأثرين ببعض آراء الفلاسفة. ماذا قالوا؟ أن القديم لا يتعدد، هكذا قالوا. فإذا أجابوا يعني حينما يصدق القديم على الصفات وهو يعارض هذا أن القديم لا يتعدد، صفات متعددة، لو كان القديم يصدق على صفات الله تعالى جميعها كما يصدق على ذاته تعالى فالقديم، فتعدد القديم، فهؤلاء يقولون لا يجوز، لا يتعدد القديم. أجاب عنها عن دعوى المعتزلة الاستحالة في تعدد الصفات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة، هذا هو مذهب أهل السنة. هذا تعدد الذوات القديمة ليس بمستحيل، بل ذات قديمة وصفات قديمة متعددة فلا محال فيها، كما سيأتي في موضعهنا. ثم وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الغرير رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. فإذا في كلام هؤلاء يعني الكرام الأعلام أن الواجب والقديم مترادف، يعني ما صدقا، واجب ذاته تعالى وصفاته، فإذا كلمة واجب أيضا أطلق على صفاته تعالى بخلاف قول رأي بعض المتكلمين. هم ماذا قالوا؟ فإن الواجب لا يصدق عليها، وهنا قال الواجب لذاته هو الله تعالى وصفاته، هذا هو الخلاف عند المتكلمين. واستدلوا على أن كل ما هو قديم وهو واجب لذاته، واجب لذاته يعني صدقا ليس مفهوما، هكذا هؤلاء الغرير المتأخرون يعني كحميد الدين الغرير ومن تبعهم. نعم، استدلوا على أن كل ما هو قديم وهو واجب لذاته بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه، فيحتاج في وجوده إلى مخصص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر، هكذا.
استدلوا على ما على أن ما هو قديم وهو واجب لذاته. بأي شيء استدلوا؟ ماذا دليلهم؟ بأنه لو لم يكن واجبا لذاته. يعني كل قديم لو لم يكن واجبا لذاته. يعني صدقا لكان جائز الأدمي. قديم يكون جائز الأدمي في نفسه. لو كان جائز الأدمي في نفسه. يعني هنا تقابل بين واجب لذاته كذلك جائز الأدمي لذاته. واجب الوجود لذاته في مقابلته يقال يكون جائز الأدمي لذاته أو في نفسه هكذا التقابل. فيحتاج في وجوده إلى مخصص. يعني ممكن الأدمي في نفسه جائز الأدمي في نفسه يحتاج في وجوده إلى مخصص. لو كان يحتاج في وجوده إلى مخصص ما معناه؟ فيكون محدثا لا يكون واجبا. إذ لا نعني بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر هكذا. فإذا ينبغي أن يكون كل قديم واجب. فصفات الله تعالى قديمة وهي واجبة أيضا كما أن ذاته تعالى قديمة وهي واجبة هكذا استدلوا. ثم اعترضوا اعتراض من خصمهم ماذا؟ بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية. إذن صفات الله تعالى هؤلاء قالوا في حقها أنها واجبة لذاتها لكن صفات الله تعالى ليست واجبة لذاتها هكذا يقول خصمهم. نعم هنا عندما عللوا ماذا قالوا؟ لو لم يكن واجبا لذاته يدخل فيه صفات الله تعالى لكن هذا صفات الله تعالى ليست واجبا لذاته. لماذا؟ لو كان واجبا لذاتها لكانت باقية والبقاء معنا. صفات باقية البقاء معنا فيلزم قيام المعنى بالمعنى. يعني لو ذكرنا هذا جدار أسود فالسواد قائم بالجدار كذلك لو ذكرنا زيد عالم فالعلم قائم في ذاته أو زيد قائم قيام معنى هو معنى عن هيئة كذائية فلانية في جسده هذا قائم. كذلك لو ذكرنا أن صفات الله تعالى باقية البقاء معنى صفاته تعالى أيضا معنى فيقوم المعنى بالمعنى هذا محال. لا يقوم المعنى بالمعنى بل يقوم المعنى في غير المعنى يعني في ذات معنى يقوم في ذات هكذا. وأجابوا فإذا هؤلاء المتأخرون أجابوا بأن كل صفة وهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. يعني هذا بقاء ليس معنى زائدا على ذاته بل معنى البقاء استمرار الوجود. ما معنى البقاء استمرار الوجود؟ فإذا كل صفة وهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة معناه باستمرار وجوده. وجوده وجود هذا الوصف وجود هذه الصفة نفسها ليس غيرها. وهذا كلام في غاية الصعوبة. يعني أن كل صفة وهي باقية ببقاء هو في نفس تلك الصفة هذا في غاية الصعوبة. لماذا قال ماذا هو هذا كلام في غاية الصعوبة؟ ما هو ماذا أراد به هذا الكلام؟ إشارة يرجع إلى القول بتعدد الواجب لذاته. يعني هؤلاء بعض المتأخرين مثل حميد الدين ومن تبعه ماذا قال بتعدد الواجب لذاتها؟ صفات الله تعالى يطلق عليها واجب. فإذا على هذا كلام في غاية الصعوبة. فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد. هذا واجب لذاته لو تعدد فلا يكون التوحيد هو ينافي التوحيد.
ثم والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن وهو حادث. يعني على الرأي الأول لبعض المتكلمين ماذا قالوا؟ يعني لو لم يكن كل قديم واجبا لذاته ينبغي أن يكون جائزا للعدم، فإذا هذا يؤدي إلى القول بأن صفات الله تعالى حادثة. فإذا بناء على القول الأول محذور، كذلك يلزم القول الثاني أيضا محذور. ما هو أخف يعني حذرا؟ يعني هذا الذي يذكر، يعني أولا بناء على تعدد الواجب لذاته ماذا؟ منافاة للتوحيد. ثم لو ذكرنا أن صفات الله تعالى ممكنة ممكنة غير واجبة، إذن هذا يعارض بأن كل ممكن وهو حادث هكذا فقط، ليس واجبا لذاته معناه ممكن في نفسه. ثم كل ممكن يكون حادثا، هذا بيانه، لكن هذا يلزم إمكان الصفات هكذا. فإذا نترك يعني ما هو معارض للتوحيد، لذلك لا نقول بتعدد الواجب بل نقول بتعدد القديم يعني الصفات. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، وهذا ينافي الحدوث الذاتية بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب، وهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني، وفيه رفض لكثير من القواعد، وستأتي لهذا زيادة تحقيق. يعني فإن زعموا، ماذا زعموا؟ يعني أنها قديمة، يعني صفات قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، ليس واجبا لذاتها ولا حادثة. عدم المسبوقية بالعدم معناه ليست بحادثة، وهذا لا ينافي الحدوث الذاتية. حدوث الذاتي يعني إمكان الذاتي، في ذاته إمكان وممكن في ذاته، ومع ذلك لم يسبقه عدم، يعني لم يكن حادثا. فإذن لا يكون كل ممكن حادثا بل بعض الممكن حادثا، هكذا خلاصة هذا التأويل. هذا بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب. الحدوث الذاتي، ما معنى الحدوث الذاتي؟ ليس معناه مسبوقية بالعدم. للحدوث ذكرنا معنى مسبوقية بالعدم، ليس معنى هذا الحدوث ذاك، بل معنى الحدوث الذاتي الإمكان الذاتي معناه ويحتاج هذه الصفات محتاجة في ذاتها إلى ذات الواجب تعالى. نعم هذا صحيح. لو ذكرنا هكذا للتخلص من المحذورين السابقين، وهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة ماذا؟ من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني، عندهم هذا قديم قديمان، قديم ذاتي وزماني، حادث حدوث زماني وذاتي. لو قسمناهما إلى هذين القسمين فيه رفض لكثير من القواعد، وستأتي لهذا زيادة التحقيق، لذلك لا نقول به أيضا. فإذن هكذا يعني ثلاث احتمالات لكل يلزم محذور، فنأخذ أقل حذرا، نأخذ بأقل حذرا. ما هو هذا؟ تعدد القدماء، توحد الواجب الذي ذكر أولا، ثم بعده يعدد بعض صفات الله تعالى
يعني الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.